الحجة خديجة. نعم. خدتي كرامتك؟ إلا تجوزتي كرامتك؟ لا، من ثاني عيلة. ثاني عيلة؟ اه. قد دفع فيك مهر؟ هيك بكت 100 دينار يحطوا، 80 دينار. قبطيهن كلهن؟ اه ولا؟ وجابوا لك قطعوا لك ثواب يا بسعدي؟ ماكو ثواب، هي شتراكة. غرف نوم وحماتك وحالي ودنيا. حمام وغم حمام بكينا في الدار وسلف وكل شيء. كلهن بكيت عيشن مع سيدي. اه عادي عادي. اليوم فقعات عيشن. ما بنات اليوم؟ فقعات، والله لو نزلت ما باخذ ولا واحدة منهن. بس اليوم اريح للحماه واريح للجنة. اردي عليها. اريح. لانها لا بتعييها ولا هي بتعييها. كل منو في حاله. كل منو حرة، هي وجوزها. موفقين من نحين هي وجوزها. مش من جوزها مبسوط يا اخي؟ اه مبسوط و24 كرات. وراضي؟ وراضي. خلص يعني بقيت تقوم الساعة 5 الصبح؟ إلي بدها تقوم الساعة 5 الصبح؟ لمين تقوم؟ والله بكينا الليل نعرفه ولا نهار نعرفه. لا عندها طابون بدها تزبله ولا بدها تخبز ولا عندها غنف. الخبز بيجيها جاهز. بس يرضين عليهم أخرى، بس يرضين عليهم. هن مش راضيات؟ لا والله مهن راضيات. يلا جعلهن ما يرضين. مش راضيات عليهم؟ لا والله مهن راضيات. أعطيها مصاري بترضى عليه، بدون مصاري مش راضى عليه. كلش بنات اليوم اعطيها مصاري بترضى عليه. والله كم مني حر. كم كني عندك انت؟ نعم. كم ولد خلفت؟ كم كني عندك؟ بكيت 17 سنة. ثلاثة. شو؟ ثلاث جناين عندي. ثلاث جناين بكيت. جبت من كراباتي؟ وثنتين بكين ساشنات عندي، بس كم مني لحالها. جبت من كراباتك؟ لا جبت بنت اختي. بنت اختي شاطرة، جابت من سلايلة. جابت من اختها. انت جبت من سلايلة؟ لا انا كل الحمد لله رب العالمين. واحدة بنت سلفي. والثانية بنت سلف الله يرحمها. ما يعني من سلايله؟ من سلايل ابوهن. ابوهن؟ ما انت بكيت تحب ابوهن؟ انا كنت اموت عليه. شفتي كل يوم سمعت وقفك بعد صورته واشتقت لك يا حبيبي. بتقولي اشتقت لك يا عيون السود. يا عيون اسأل يا طارق، امبارح كنت صغير صغير عن عيني ما تفارق. والله ما ظلك عز انت يا اخي. والله ما انت قليل يا عم. والله ما انت قليل يا حاج عايش انت. اشتقت لك يا ابو عيون السود. انت لا بتشتاكي ولا عبالك انت. نعم. انت بديش توجعي كلب انت، بدك تنقل نصيح لك انت. حجي. نعم. انت بنت حماتها؟ هذه بتسمع تصيحش. انا اللي بسمع ايش بتسمع. ما احنا اخذنا على الحجه خديجه نصيح. بهمش يا اخي. بقولك بنات الحماك قويات. لا والله الحمد لله ما شفت منهن شيء. بنت حماتك؟ لا والله. فكيد طلع. لا بقت منيحه وحماتي بقت منيحه. انت اخذتي كرامتك؟ اه. قد دفع فيك يا بنت حماتها؟ 200. 200 دينار. 200 هي. انا ماني كبلها بكثير. انا اغلى شيء لما نجع زماني صار كله اغلى شيء. 200 دينار. انا ارخص شيء. ال 200 دينار شو بيجي من اليوم؟ بجبن. جبنا. لا اليوم بجبنش والله. كابل بكن يجيبن. والله جبت 20 عثملية منهن مفطيرة. بكت العصمة اللي بليرتين و70 كرش. طيب وانا جبت 15. بقولش بكل شيء رخيص. يعني بكن يجيبن ال 200 اشطر من ال 4000 اليوم. وجوز اساور ودبوس. كل شيء والله يا اختي. المدام حيايا ونجاصات. لا لا عصمة اللي ارباع ارباع. ارباع. يا سيدي هذه سنة. هذه حياة الدنيا بكت. هذه سنة الحياة. هذه حياة الدنيا. الحمد لله رب العالمين. ستر ما مضى يستر منها نور. وكم بطن جبت فيها 200 ليرة؟ جبت 12. اسمع انت المنبار جبت 12 اي 12. كلهم عاشوا؟ ولا في وجهك لوا. راح لي توم وولاد وبنت. اللي ظلوا قديش العمر قدامهم؟ 5 بنات و5 اولاد. طير العوش الحمد لله. كلهم جوزتيهم؟ الحمد حواليك في ديالي الحمد لله. في ديالي الله ويخلي لكم ويخلي لكل عين رجاها. واللي لي يخلي لي واللي ما ليش الله يعطيه. آمين يا الله. الحمد لله نحمد الله. هناك لا أبدي وساجتي ولا جاينا معانا. حجي. نعم. وين انتي؟ هيني هيني كاد بس الناس بسؤالاتك تسمعي فيهن كاد. ولا بسمع فيهن. لخدتي كرابتك انتي؟ من خالتي.
ابن خالتك؟ اه ابن خالتي. يعني امك قالت بدنا نعطيش لابن اختي. آه قالت انا بدي اخذ بنت اختي بتكون في عطلي وفي بطلي. انا بدي اخذ بنت اختي. اخذتني خالتي. كده. لانه جوزي وحداني. يعني من الزلام وحداني وعنده بنتين. ما خدتي بالك متجوز؟ لا. اه عنده اختين مش بنتين. اه اختين. اه عنده اختين. كده دفع فيكي ابن خالتك؟ 300. ها هي ب 300. هاي زدن. هاي زدن. وعشت عند حما خالتك؟ لا لا و... اه تقولي خالتك ما انت خالتي بس قعدت شويه. هسا الخالات حنونات يا اخي. الحماوات والله حنونات. انو احن هن ولا الحمات؟ لا الحماوات والخالات ملاح. أنو أحن العمات ولا الخالات؟ بكوني خالتي مثل أمي. ما هي الواحدة بتحب سلايلها، بتحب خالتي. بكوني خالتي مثل أمي. وعمتها. سيدي عمي. أنو أحسن الحماوات، الخالات ولا العمات؟ أنا بعرف النش، لا هاد ولا هاد. اطلعني. روح ده ولا غيري. والله أنا حما قوية خاش. هذا ضمان أنا حما قوية. والله قوية. ها والله لو ما ها قوية ما عاد تتكشف شوي شوي ظهرت تبين. آه. صارت تتكشف يا حجي خديجة. آه. صارت تتكشف حجي عايشة. هي خديجة هنا. هذي خديجة. ما بقولها صارت تتكشف يا حجي خديجة. يا ستي بعينك هناك حما فكير طلة. لا اله الا الله. الحمد لله والله خالتي بكت مليحة وهي انعرفن. وانت حما طيبة؟ اه والله طيبة. على على جبت من سلايلك انت الثانية زي ما جابوك؟ انا جبت من البلد. ما خدتيش من كراباتك؟ خذت من كرا خذت من بيل ماني انا عندي كنتين. اه ما بقولك شناينك جبتيه من كراباتك ولا كرايب جو؟ من البلد. من البلد. من البلد. ما خدتيش من كراباتك؟ يعني هم هالثنين. اه اخذتهن من هالبلد هم شافوهن الله يسهل عليهم. يما بدي بنتي فلان. قلت له يما يلا يلا. جوزتيهم؟ جوزتهم الحمد لله. على الموضة جديدة كلهم؟ على الموضة الجديدة الأولاد والبنات. عصالات وعصالونات. آه وعصلوا وعالدخنة ولا وعالجاتو وعالكيكس. آه كل شيء. اه ورقصة العروس ورقصة العريس. رقصة العريس والعروس كلهم. لسانك والله ناكلة بلسانك. اجت فيي. ما حدا يزعل مني هسه. ما حدا يزعل مني. ما حدا يزعل. انا بسالهم على الموضه الجديده تجوزوا. احنا على الموديل كله تركيه. هذول تجوزوا عبدال تركيه ولا واحده فين على الموديل اليوم. انني هذول على موضه. احنا بنحكي عن جيل اليوم. جيل اليوم. عالصالات والصالونات ولا. يا ريت الله يهدي بالهم ويزيد من فضل الله عليهم اخرى بزياده. بزياده. اه والله. اجاهن العز في زعبوبه البريك. اجاهن العز في النبعه. في النبع. النبع احسن من البريك. البريك بخلص. البريك هذا خليه يضحك الشباب. هذاك يا ستي مليح مليح منيح يا حجي. ايش انت؟ منيح منيح الحمد لله الحمد لله. شفتيها كيف بتبين شوي 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 شوي. عايشة الحمد لله رب العالمين. مضل بنات اليوم ومضل الله يهنيهن. الله يهنيهن. شوف كيف بقي يكون المثل كبل بجرح بداوي ولا بتعرف كيف مرة بتشد ومرة بدي. أنا والله بحكي لك الله يهنيهم وغطي البركة فيهم كلهم الشباب ويوفقهم هم ورئيسهم. مش هم راضيين وبيحبوهن وبموتوا عليهم. آه الله يهنيهم. أنت بتحب مرتك ولا بتكرهها؟ بحب. طولي بالك تعذر كادي. خلي مشان تسمع لي ما هي بتسمع كادي. هي بتعرف. يلا يلا بهمش. سايرها سايرها. سيرها ولدها. شو بدنا نسوي؟ والله انها قوية. من يومها انت قوية. من يومها قوية. من يومها قوية. وعاملة حالها فكير طلع عاملة فديها هيك كانت زي المسكينة. لا انا مش مسكينة غير شر ولا مسكينة. شو المسكينة اللي مال الشحدة؟ يعني الطيب هيك اللي على البر. نعم ستي. ام ابو هشام. طبعا احنا يعني تطلع مش عارف ليش وين ضيعت الثوب الفلسطيني الحجة بتلبسوش. هاي تطلع الحجة خديجة الحجة كيف لبست الثوب الفلسطيني. هذا ثوبنا تراثنا. والله لما جينا بس هيد من هالجودة عمري ما طلعت في دشداشة زي غناني التراث تاعنا وين لحن غناني ايام زمان. قوم اطلع من يمك يا عايشه.
وإحنا دفعنا حقوق أبوك وعمك. ما حضرتش حقوق لا أعطوا لا ما غنوا لك لا ولا إشي. وكم يطلعي من حالك؟ ما قالوش قالوا لها ولا جابوك على الساكتة؟ هذه شي غنوا لها وهذه غنوا لها أنا ما غنوش غنشرني اللي بقول على زمان كان ما غنوا لهاش كان ولد من الخالد ما غنوا لها ما غنينا لهاش اجت لحالها هي اجت لحالها هي لا قوم اطلعي من يمك ولا نخ الجمل يا ناجي قوم اطلعي كانت وين الطريق تم نلحقها تم نلحقها سامعه هاي اللي كان شفتك الحجه خديجه ما هي جارتها انا اللي جابت الثانيه جارتها بتقول جارتها ما بعرف كيف الا ربك وجارتها اي ولا والله غنوا لك وين صمتي ولا ليش هالحكي ودسن قدامك النسوان صح وغناني زمان كيف بقت في عطاله تعرفينش والله بتعرفي والله شي والله ما انت ناسي شي احنا مش ناسي بس والله يا بني اليوم للكبار في غنانين اليوم حال موسيقى بتخبط فروسها بتقطع عيني هسه بنات اليوم بتقصن على الموسيقى وبروح نعصل وبعطينه ليستا بدي اغنية انا وصاحباتي اغنية انا وخواتي اغنية واحنا بنقص في الجاتو واغنية انا والعريس واغنية طيب مسعدة الله يهنيها زمان شو بكين هالطبلة وهدر بتشي هدر بتشي ومديدك حنيها وامك لجا فيها شو بك اسم جوزك والله يرحمه اسمها فاطمة الله يرحمه جوزك احمد هيا حمد ولبس يا احمد لبس ولا يهمك يا طلك الغزية ايش بقول لهم على 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 يمينك ومش عارف الله يعينهم شباب اليوم لا احنا بنحكي عن جيل زمان غناني زمان الله يعينهم الله يعينهم شو بيتشلفنهم والله بيتشلفن كذا بيتشلفن محرمة زي هذا بتعكب في دار أبوها شو عيطيت الله في خلي حط يد على أبو لحيت أخرى والله تخبط على الأرض كلها تخبط على صدري بتوجعك الأرض كذا تخلصات أيوة أنا غرق أيوة الفتح لها أنا موصلة أنا لها أنا موصلة ولا ما هي محرورة يا سيدي اليوم هذا الشيخ واحد ذكر من قريبنا يقول حرام إن هالواحد يتخبط على هذا يقول لا يوسع سيدي خفت أجعج الأرض عبد الله عبد المعطي بنات اليوم هي عن بنات اليوم كلها شوي 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 حرام تخبط على الأرض تخبط على سيدي ولا على الأرض ترجعها الأرض بكلها خليش نايمي خلاص أنا بعمل كهوة ويجعلي اخشهم دهب وشانوك يشربوا الكهوة والله يا عدمت اللي خلقه عشانك عدمت اليوم يا حج اهدي احكي شي مفيد هي اللي بتحكي عن جيل اليوم انهم يعني اليوم اتشديش يا سيدي الله يهنيهم يا خوي اتشديش يدك فيهم كل جيل اعطيه جيل كل وقت ايش وقتهم الحمد لله رب العالمين اليوم بظلين نايمات مسعنهم السلام يضح العالي الله يهنيهم في حياتهم ويهنيهم انا عارف كل جيل وعطيه جيل هذا جيل كان شكل وجيل اليوم شكل هذا زمان اليوم بشتغل لي شغل المسجل على الموسيقى ومشان اذا بدها تجي لي معنو في جلاي يا بجيل الله يجيل عليه العز الله يهنيهم الله يهنيهم ويمد في عمارهم ويرزقهم ووفقهم وزمانهم بدهم يعيشوا واحنا زماننا عشنا طب ما هو العرس وين العرس في التراث وين الله اليوم صاروا حين ويدخلوا العرس عدولهم الفرح ما حدا صارت الجاهة في الصالة والحنة في الصالة وتلجي في الصالة والملاك في تلجي في الصالة البيوت بطلوا يدخلوا صاروا حين ويفوتوا العرس عدولهم كل المصبوط اليوم العرس ما لهي إلا بدهم يروحوا على الطبل صاروا على المصاري والله حط المصاري باقوا الناس في هالدور يفرحوا يقعدوا يعلل من العريس اسبوع ويطبخوا ويطعموا هالناس ولها هاي بك العرس ويم العريس والشلوال تضروبه والله من صح كان اسبوع واحنا نطبل ونغني معلش هيا ما ينبس اهل العريس واهل العروس وين اليوم المشاعل اللي بكينا نطلع هين المشاعل بكينا نغط هين المشاعل بكش الكهرباء بكت الدبكه في الحاره شو يسووا فيش كهرباء نتش يجيبوا هالحزم من هالنسوان ويرموها في النص وهم يدبشوا ديالها وحتى شبار في السن يقعدوا يصعدوا بكى الفرح له طعم والله له هيبه والله بكى له هيبه والله بكى له هيبه
وحمام العريس ينحسب تلك البلد كلها فرحانه. والله بكالو هيبه، والله اليوم لهيبه. اليوم ام العريس بتروح على الصالون مثل العروس، وخواته على الصالون. هذه اللي بنتو ام العروس بتروح قبل ام العريس اليوم. هذه اللي بنتو فيه اليوم العروس بتعجزي لها ولا خواتها ولمها. الله بيطيح الهند معاه. الغريبه بكت اسبوعه يطعيط. اليوم بعيطين؟ ايه اعوذ بالله بعيطين اليوم. بخرب مكياج هنا. بيخرب مكياج. بيخرب مكياج اذا عيطني اليوم. اليوم تبقى ترقص قبل ابو ام العروس. اشطر من ام العريس. ام العروس بترقص لبنتها اكثر من امه. اسمع. بكت قبل تقعد يقعد الخوات يعيطن عليها اسبوع. اسجد اسجد لما تطلع يمكن دموعها يشرلن. بكن عيطن انت يشرن. اليوم ما حدا بعيط. اليوم بطلع نقول اليوم بقول لك العرس لاهل العروس. اليوم بكن العرس لاهل العريس. لا اليوم لاهل العروس. اليوم لاهل العروس روح في القاعة هي وصاحباتها فرحانة. الغنوية اللي بدها اياها بتحطها وغرسيها في نتبتها عشان تلحكيها. الله يهنيها. ولا الغنوية اللي بدها اياها بتحطها. تسجيل. هي خلاص هي اشترته مش هو. هي اشترته مش اهله اللي اشترته. يعني هي اللي اخذته مش هو اخذها. هي اللي اخذته. هي اللي عضاي الحج شو اسمها هي الحجة خديجة. لا الحجة لطفية. لطفية لطفية الحجة. مزكي ام شو اسمها تيسير. ام تيسير اللي كانت تيسير. هي اليوم هن باخذنهم اليوم. هن هن اليوم باخذنهم مش هو. في واحد اتجوز. ايوه كانت بتقول لجوزها مبروك عرس ابنك. لها بكون مبروك عشرحي وراك وبعناه. هلكيت احنا بعناه لمرته. يعني جوزت ابنك الله يعطيك العافية. خلص مع السلامة. ولا يا بني الله يرضى عليك. يعني مدى جوزتيه خلص. خلص مع السلامة. مع السلامة. بصير ضيف. بصير يعني يجيها ضيف ومرته. يجيها ضيف. أي نعم. أحسن. أحسن. عي ولا عيها. ها والله انا جوزت من ست كروحة عداره والحمد لله. حلو عني. الله يسهل عليهم. الله يرضى عليهم كله. هذا 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 هذه الدنيا وهذه حالها. بكى من زمان يخلف ويتجوز ويخلف وهو مرته خدام للام والابو. اليوم ما حدا بيخدم حدا. ولا تفرح يم الولد بتشرب تكبر بنتي وبتكبر. بس برضه الواحد المحترمه بيضل يحترمه. مش ايش بقول المثل؟ قالت لها لا تفرح يم الولد بتشرب تكبر بنتي وبتاخذه برا البلد. بتاخذه أيوة. برا البلد. وسحب ولا بتاخذه برا البلد مش بتاخذه مش بروحه بشكل واحد في رام الله. سلفان هذيك تجيب بنت هذيك تجيب ولد. تعيرها. انت اللي تجيبي بنات انا بجيب اولاد. فقالت لها قالت لها توكلي على الله. اخذوا اولاد العمام بنات العمام. بعدين هذيك هاي اما خذي مفتاحي هذيك هاي اما خذي مفتاحي. قالت لها دوني شيء المفاتيح معيش ولا معي. لا تعيرتي انت عيرتيني. هاي المفاتيح معي. خرمدة صدقنا الختياريات لما قالت اللي عندها بنية. عبرت الشكوك علي هدت الحيطه علي. لما كانوا لي غلا من سند ظهري وكام. بعدين جابوا لي البيض المكشر والسمين علي عام. سمعي يطلعي. جابوا لي البيض المكشر والسمين عليه. وابنك اليوم الطمي عليه. الله يسعدك. لما تجوزي انا خلاص مع السلامه. نغشم اي بلد انت. نعم منين ما بدك اياني بتجون. الله يحييك منين ما تجون. منين ما بدك اياني بتجون. الله يحييك. وين هو وين مكان صورك؟ منين مكان؟ في من البركه كل الناس خير وبركه. بكين غنين قبل يا يما شدي لي مخداتي وطلعت من البيت ودعت خياتي. اليوم صارت ام تغني له للواه ويقول لها يما شدي لي مخداتي وطلعت من البيت ودعت اخواتي. طلعت من البيت ما ودعتش خواتي. هذا بكت قبل النسوان بكت تطلع. اما اليوم هو اللي بيطلع. اليوم توضو كله بلا امك بلا ابوك بلا بدنا ضاد لحالنا حل عنا. انا بدي نضلني نايمه لو انت ما بدي اقوم وانت ما بدي اصحى وانت ما بدي. انا بدي انا بدي امك على الست تصحيني. على حالاتكم امك تبعد عني روح انت وامك. على لا تقوم امك كله ولا يا انا يمك في الدار تسعناش الثنتين حتى امي وروحني يا كل اولادها هي موجوده.
الحمد لله الحمد لله. كلياتهم موجوده الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. انت فقير طال انت. انا لا والله ما نفكر ولا شيء الحمد لله. فقير ولا فقير الله يرضى عليهم ويهنيهم. فقير العكر والله. اخذت بنت اختي واخذت بنت سلفي والله ما شاء الله ما شفت منها كل خير. الثنتين طيبات منها. لا صلى على النبي عنهن. ما هم بتشون هو زي ما كان الختي هذيات شاد بدلصن منيح. شاد درسنها مثل ما كان الفرس من خيالها. والله الاصيله اصيله. ايوه لكل هو شادد والله بتجوز تفرش في عينه بصله البنت هي بتسوي بس الاصيله هي اللي بتدبر جوزها هي بتدله على الطريق الخير. اما ان كان بدها تعلط والله بتطقع له كل فرص تبع خيالها بشطرهن. نعم كان نكسين الكلوب وين المحننات. بتحنن مش قطعات. بتحنن بس من كان انها غضيبه والله غصب عنه هو اللي بيرجع لها. في من قطعات. كان قطعة بعوده يخضع لها وان كان انها محترمة بزيد منيح. وش في الجرلة عتمها كملين يا مسعداد. تجلبها لمها والله يبخرك. لا هي لمها ولا لخلتها ورا عكلها. ما هو برضو اللي بترضي انت لبنتي ترضي لبنات الناس. ما هو بصلش يا حجي خديجة سامعة يا عايشة إنه أنا أكون لجوز بنتي دير بالك عليها وأكون لابني عندك إياها. عندك إياها اضربها. أبصلش لا والله زي ما بدنا نوصي جوز بنتنا على بنتنا اللي من الضالة بنتنا من الضالة بنت الناس. الحمد لله رب العالمين. حبيبتنا حبيبتنا أبن هذيك الغريبة. غريبة جاتنا هذيك الغريبة. الغريب ابن الغريب خاض المي علي والحبيب ابن الحبيب يوقف يضحك علي. هذا الهدية تكسبين انت الحضلات. ظل محترم. ايش ظل محترم. شوفي لمين دش تعطي حج عايشة. هذا الهدية تكسبين انت. ودين للحبيبة المني فيك انت ودي للحبيبة. روح تان شوف لنا غريبة بنت غريبة. وحنا سيوف القانا وتمركزات فيها بالوارد والطيب والعين.
بعدنا في بلدة عطارة قضاء رام الله وجينا عند الحجات البلاطي. كيف حالك يما؟ اسمك من اي حمولة؟ احنا من دار عيسى. عطارية؟ لا احنا طيراوية. طيراوية؟ اه جابوش غريب على هالبلد يعني؟ لا جينا نسبوا سكننا وظلينا فيها. ام ايش البلطي؟ ام حمزة. ام حمزة. والحجة؟ ام جميل. عطارية؟ لا يا اخوي احنا من اساسنا من المجدل وزلمة ام الطيرة. طيب يعني جيتوا على هالبلد في 48 يعني؟ جينا على هالبلد بال 48 وسكنتوا هنا في هالبلد. سكننا هنا نعم. واحنا كلياتنا بلد وحدي، ما فيش فرق، لا فرق بين مجدل ولا عطارة، كلياتنا بلد وحدي. الحج موجود؟ لا والله صار ثلاث سنين ميت. الحج موجود؟ موجود يا اخوي. الله يخلي لك اياه ويطول عمره. الله يسعدك. كرامتك الله يخلي. لا والله هو من الطيرة وأنا من المجدل السادك. مجدل السادك انت؟ آه. وشو باقي راح يساوي غادة تندل عليك يا أخو؟ ندل علي وأنا في هالبلد. أنا يعني شفته أنا يعني قعدت في الجلزون وقعدت في جيبيا وربي جابني نصيبي هان. جابش نصيبي وتعرفت على هالختيار هان والحمد لله. شافك هان؟ شافني هان وتعرف علي وانا تعرفت عليه والحمد لله كسمة الكسمة نكاوت عينه وما شاء الله عن هالختيار صلاة النبي عنه. بكى شب عنني ما شاء الله. خلاص هسه يعني انت شب هسه يعني هسه ختيار يعني وبريه هالكتاب حزين. اختيار اختيار هسه وانا اختياره وانا غنيمة يعني. يعني ما انت بتحكي انا اللي بقول وانا اختياره وهو اختيار. هو عمره 75 وأنا عمري 74. ناكل البطن بينك؟ ناكل البطن يا أخوي. ما شاء الله. بعدين بعدين حتى وين ما جينا من البلاد وصار وصار ورحنا جبنا هالتلفزيون. بكاش في تلفزيونات. وبعدين شو التموا لك؟ فيش حدا جاب إلا احنا تلفزيون. أول تلفزيون رجع البلد. وجابوا لك هالولاد وهالدنيا وشو صار لك مراحل يتفرج. بعدين قلت له يا عادل بعدين خلص بكر. اسمه عادل هو. عرفنا اسمه عادل. يضل عمرك. وبعدين صاروا الناس يجيبوا تلفزيونات وحطوا كيم وما شاء الله. عشت انت وياه انا يعني؟ عشت انا وياه انا. قد ايه بك دافع فيك فيد؟ عدوات. عدوات 20 ليره برطيلي. 20 دينار وجاب له ثور ب 50 ليره. هسه قلت 20 ليره برطيلي. وجاب لي ب 50 ليره ذهب. هسه بنشوف قد ايه بلطل انت الثاني الساجلي. 50 ليره زي ذهب. بس بك الذهب مليت يعني بسبعين ليرة. عشرين ليرة برطيلة لمين؟ برطيلة لابوي. لابوك يعني مشان يوافق عليه؟ قال له بدفع 50 ولك 20 بس اعطيني. اجاني واحد اسمها هي الحجة نجيبة. اعطيني نجيبة. اجاني واحد من عمان. مرض ما انا مرضيتش. باكي الحجة. مزيوني بكت حياة امي مريضة. وقلت لهم انا بدي ربي اخوي. ربيته بيجي 25 سنة اخوي. وتجوز الله يسهل عليه. لما تجوزت قد ايه بقى عمرك معناها؟ انا 19 سنة لما تجوزتي. 19 بس. هو قد ايه بقى عمره عادل؟ هو بقى بجالي يعني 20 سنة. 20 سنة بزيدش عني شيء. بقى 20 سنة وقسمة تاع عمان ما قبلتيهوش؟ لا ما قبلتش. قبلتي عادل؟ قلت عمان بعيدة ومانيش رايح. أنا بدي أقعد هنا رب أخوي حسن. قبلتي عادل مشان تضل جنب أهلك. حياة أبوي كان هنا عيلة الوالدين. بدك من البلد هان من أهل الطيرة. بدك تتغرب هنا جيبي. بديش أتغرب. وقسمة القسمة وخدنا هالزلمة والحمد لله طلع ذهب. طلع ذهب. طيب من يوم ما أخذني لليوم ما كل لي يا مايل تعدلت مسعدي شايب. وبعدين أخوي صرنا الطوابين. بكيت أروح أزبل الطبون. وبكيت بعيد عنك أكحفه وتب سكناته وتعلمت على العجين. تعلمت على الخبز. وش أخبز لك هالغيب؟ كل عمي الله يسلم ديك. دي خلفتي؟ خلفت 10. بتحبه يا عمي؟ بتحبه. واحد راح 11. عشت مع حماتي؟ عشت مع حماتي وحماي وبنات حماتي ثنتين. مثل السكر والعسل عشنا. انت وياهن؟ انا وياهن. بكين يحبينك وتحبين؟ والله بكين يمتن علي
ولا حياتها الاختيار. بكى يموت علي، بكى عنا بكرة، وبكى عنا بعيد عنا كبيمة، وبكى عنا غنم، وبكى عنا دجاج. هو طيراوي وانا مش دلوية. مش دلوية. اه حبيبي مش دل عسكلة، مش دل الصادق. وبكى عنا تلش ونحلب ونوزع ونجيب ونكيم ونحط. وبكى والله يرحمهم هالاختيارية. ياخذوا زيتون من هالبلد ويروح يجدوا، وانا في هالدار طباخة وعجانة وخبازة وتلش اسوي لهم، اسنس لهم واكملهم تحت البكرات وتحت تلش. الحمد لله. وتحب عادل؟ يوم من الايام استني كملي. يوم من الايام اللي الاختيار بكل عمي بن تسوي لنا فرشات فرايت من قبل. فرايت كنت له حاضر على راسي، بكى كوي معي وكوي بكي صبيه. اتنس وكيم تحت البكره وتحت الغنم بعيد عنك. والله عجنت هالعجينات وخمره، سحبت حالي ورحت على الطابون خبزت لهم الخبزات، وبعدين في الاخر حطيت شويه هالزيت وشويه هالسكر وعجنتهم في بعضهم. قطعتيهن كراس قطعتهن هالكد هالكد، شو طلع لك من الطابون؟ شو مكحمشات مثل حمر مثل الدب. ما كلش محمرات. بكهانة سارح كريب اخذتهن بكا كوي معي، اخذتهن زميت حالي لفيتهن في هالجريده وفي هالخركه ونزلت عليهم بكا كريب. قلت له هي عمي. قال نعم يا عمي. يا تضطر شو مالك جاي؟ قلت له هيك الطلب اللي طلبته مني سويت لك اياه وجبت لك اياه. الله يسلم ذيك، الله يخلي لك اولادك، الله دار حزين يستدعي. قلت له تفضل انا بدي اروح للاولاد. قال الله يسهل عليك يا عمي. وقعدهم ملقطف زيتون وبكى ماخذ برته يزرع عليها كل شيء يزرعه، كل شيء، الباميه، الدخان، الباذنجان. رضية بكت؟ رضية رضية. بكى راضيين. وانت اللي اخذتيه قلتي انت طيراوي انت؟ اه خالتي. واللي اخذتيه طيراوي؟ طيراوي. كرامتش قلتي لي؟ لا والله من ثاني عيلي. كدي دفع فيه؟ هو من دار عابد وانا من دار عيسى. كدي دفع فيه ايش؟ 1500. هذا اكبر مني 55. دقوني سمعتك. طلبوني مرتين ثلاثة. كبلوا. الله راد. كبلوا بكوا طالبينك اثنين ثلاث؟ هم دار حماية. هم مرتين ثلاث يعني طلبوك؟ خلص النصيب يا خالتي. وباك ابوك بدوش يجوزك يعني كبلوا؟ لا مش ابوي، خلص النصيب. النصيب. اخذ. الحمد لله. صارت هالقسمة الحمد لله. الحمد لله. قد ايه خلفتي ما شاء الله بركي؟ خلفت 10، 6 بنات و4 اولاد. ولد مات. الله يقويك. طير العش هسه؟ وانت سالم خلص. كلهم الحمد لله. كلهم جوزتيهم يا حجة؟ الخمس بنات والخمس اولاد. الحمد لله. كلهم متجوزين. اصغر ولد بنت عمرها 18. عملوا لك عرس ما شاء الله. ولا. عشت مع حماتك؟ عشت مع حماتي سنتين ثلاث. يا ستي الله يرحمها بس. خلاص اللي بتقول لك انسى الموضوع. عشنا وكبن مش بكوا يعيشوا الناس. بكوا يعيشوا. طب وين لبس الطيراويات؟ ده شادي ايش ما احنا اختيار. غيرتي وبدلتي لبس الطيراويات؟ لا والله. لبس امك وخالتك؟ خلكان خلكان عندي خلكان. طيراويات؟ ماني في هالدار لا طالع ولا عابر يا خالتي. في هالدار قاعد لحالي. لحقتني الموضه انت والحج. هينا في هالدار نلبس هالدجداش وقاعدين. الدجداش وقاعدين. نطلع بنلبس ثوب. نطلع نلبس ثوب نطلع الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الله يرضى عليك. ام ايش كنا البلطي؟ ام حمزه. ام حمزه وام جميل. ام جميل ظل عمرك. يلا قويك ويخلي لك عادل ان شاء الله. يا ربي تظلوا مكنكنين انت وياه. والله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. حبت عيني راح يحج مسكين كرصته هناك بضوعه في الحج. شوف احرك لك رجله.